أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بجميع الأخوة والأخوات المشتركين معنا في هذه المحاضرة وهذه السلسلة من الدروس الموسومة بدروس تمهيدية في الفكر الإسلامي. أولاً أعرف عن نفسي للأخوة والأخوات اللي ما حضروا في المحاضرة السابقة، وكانت المحاضرة الأولى. معكم عقيل الخرسان، أقدم لكم إن شاء الله تعالى هذه السلسلة والتي تعتمد عدة مصادر في معتمدة في الفكر الإسلامي، ومنها كتاب الفكر الإسلامي مواجهة حضارية. إن شاء الله تعالى نحاول أن ننشره في القناة. الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله. إحنا بينا في المحاضرة السابقة عدة نقاط وعدة مفاهيم، إن شاء الله تعالى نحاول نعمل فد ملخص سريع حتى ترتبط الأفكار سوية، ونسمح إن شاء الله تعالى بالأسئلة والنقاشات في نهاية المحاضرة بعون الله. بداية تكلمنا عن الفكرة الحضارية civilization idea، وقلنا أن الفكرة الحضارية تتميز بعدة ميزات، وأن الفكرة الحضارية لها جدارة ولها قياس ولها معيار. من خلال هذا المقياس نقيس مقدار قوة هذه الفكرة، وقلنا بأن الفكرة ممكن أن تولد فردا متكاملا، وممكن أن تصنع مجتمعا متكاملا كذلك. وقد ذكرنا بأن الفكرة الحضارية معيارها أو مقياسها هو الأصالة والواقعية، فبمقدار ما تملك الفكرة الحضارية أصالة. الأصالة ما المقصود منها؟ سوف نوضحها سريعا. الواقعية المقصود منها هو أن ترتبط هذه الفكرة بالواقع، يعني مقدار تحول هذه الفكرة أو هذه الأفكار الحضارية إلى الواقع، هذا يمثل مقياس ومعيار لمعرفة جدارة الفكرة الحضارية. أما الأصالة ما ترتبط به هذه الفكرة من جذور، يعني ما هي المصادر الأساسية التي تستقى منها هذه الأفكار الحضارية. يعني ليس أن تكون هذه الأفكار مجرد وليدة فد لحظة معينة أو ولدها إنسان معين، وإنما عندما ترتبط بمجتمعات متكاملة، عندما ترتبط بمصادر، هذه المصادر ليست مجرد مصادر أرضية وإنما مصادر سماوية. فإن شاء الله تعالى تتوضح الفكرة في بقية السلايدات إن شاء الله. بينا علاقة الدين بالحضارة، وما الفرق بين الإيمان والفرق بين الحضارة والفرق بين الدين. وقلنا الدين بصورة عامة هو انتماء وطقوس، وأن التاريخ عبر وحكم. أما الإيمان فهو أصالة وكينونة، أما الحضارة فهي حركة وحياة. وبينا أنه فكرة الحضارة اللي هي أحد الكتاب في مقال من المقالات باللغة الإنجليزية يبين بأنه civilization idea اللي هي المقصود من عندها أنه فكرة الحضارة أو كلمة الحضارة المقصود من عندها هو وجود ناس people begin coming together، يعني أنه مجموعة من الناس يرتبطون في مكان واحد وبأفكار موحدة. فوجود الناس إلى البعض، قدوم الناس إلى بعضهم، هذا يولد حركة في الحضارة، وبالإمكان مراجعة ذلك عبر اللينك اللي خلينا في السلايد. قلنا كيف نحول أمسنا إلى واقعنا اليوم؟ نحتاج إلى أمرين، قاعدة بناء ومنطلق مسيرة، ووضحنا ذلك في المحاضرة السابقة. أما هناك عقبة تحترض طريقنا، هناك عقبة تحترض طريقنا
في النشوء الحضاري أو في التقدم الحضاري. نحن كمسلمون، أقصد كمسلمين، نحن نعاني من عقبة في طريقنا. العقبة ما هي؟ تتميز هذه العقبة بتطرفين، تطرف اليمين وتطرف اليسار. شنو المقصود بتطرف اليمين تطرف اليسار؟ وضحنا أيضا تطرف اليمين، خلينا نقول هي الأفكار أو الشخوص، باعتبار أن الأفكار تتحول إلى شخوص. هؤلاء أشخاص أو هذه الأفكار تؤدي أو تأخذ بالشخصية الإسلامية إلى تمييعها في بوتقة الحضارات المعاصرة. أما تطرف اليسار فهو الانطواء على شكليات القديم المهترية. نحن نقول للتقدم الحضاري اليوم نحتاج أن نلتزم بأصالتنا المتميزة بالقرآن الكريم وما جاء عن أهل البيت لا رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالإضافة إلى ذلك يكون لدينا انبعاث وتفتح. التفتح أي نطلع على الحضارات الحديثة لكن بالتزامنا بأصالتنا. وبينا أنه كيف نتخلص ونقاوم ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتطرق إلى مواضيع جديدة ونقاط مهمة تساعدنا في حل هذا الإشكال وهذا السؤال والذي يعرض أمام حضراتكم. كيف يكون الفكر الإسلامي مواجهة حضارية؟ يعني إحنا نريد أن نواجه الحضارات اللي موجودة بهذا الفكر. هل الفكر الإسلامي قادر على أن يكون مواجهة حضارية لباقي الحضارات؟ هذا هو السؤال المهم الذي نجيب عنه من خلال هذه السلسلة، وهي سلسلة دروس تمهيدية في الفكر الإسلامي. نضع أمام حضراتكم هذا السؤال المهم، وقبل أن نلج في بوتقة الأفكار لهذه السلسلة نسأل هذا السؤال، وهو: هل مشكلة الإنسان مشكلة نفسية أم عقلية؟ بالرغم من أن العقيدة الإسلامية هي التي تتحدى ضغط الشهوات والأهواء وسلبيات المجتمع الفاسد، وهي التي تتفرع عنها العبادات والأخلاق، يعني أنه الأساس الفكر الإسلامي هو العقيدة الإسلامية. لذلك نحن نقول هناك أصول دين وهناك فروع دين. الأصول هي الجذور ثم تتفرع منها بقية الفروع. ولذلك أصول الدين تتميز بخمس، أما الفروع فهي أكثر من الأصول ولكنها تتفرع وترتبط بالأصول. إذا كان هناك مشكلة في أصول الفكر الإسلامي أو أصول العقيدة الإسلامية سوف تتأثر الفروع، كما لو أن شجرة أصيبت في جذورها بمرض ما سوف تتأثر فروعها وأغصانها وثمارها. فإذا الأساس هو العقيدة. زين، لكن المشكلة أو مشكلة البشر ليست مشكلة عقلية أو فكرية، بل أن مشكلة البشر الأساسية هي مشكلة نفسية. هسه قد ممكن تحصل في أذهانكم إشكالات معينة، شلون إحنا اليوم مثلا نحتاج إلى أن نصلح أفكارنا، نحتاج إلى أن نقرأ، نحتاج إلى أن نستقي الأفكار كي نغير من واقعنا، فكيف بهذا الجواب اللي يوضح بأنه مشكلة الإنسان هي مشكلة نفسية؟ قبل أن نتصارع في هذا الإشكال خلي نكمل ونكتشف أنه هل فعلا مشكلة الإنسان هي مشكلة نفسية بالأساس أو مشكلة فكرية. طبعا هو المشكلة الفكرية هي مشكلة باقي عند الإنسان، ولكن من يؤثر على الآخر أكثر؟ المشكلة النفسية نابعة عن ضعف الإرادة أمام تحديات المجتمع وضغوط الشعب. فالمجتمع الذي تحيط به أجهزة الطاغوت الإرهابية كمثال، كيف يمكن أن يعبد الله وحده دون أن يتسلح بإرادة يقهر بها ضعفه البشري؟ والشاب الذي تعصف به رياح الشهوة العاتية كيف يتحدى إغراء الحياة ويعبد الله وحده دون إرادة قاهرة؟
وهكذا الفرد المليء بالعقد لا يمكنه فهم الحياة بفطرته الطاهرة دون خرق حجاب العقد بعزم إيماني راسخ. زين، أوضح ذلك من خلال القرآن الكريم كتاب الله تعالى، باعتبار أنه كل الآيات الكريمة التي جاءت في كتاب الله تعالى هي قطعية الصدور، وأن ظاهر القرآن هو حجة علينا. القرآن الكريم يقول في هذه الآية المباركة: هو الذي، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآن كلمة يزكيهم نظللها باللون الأصفر، ثم يقول القرآن الكريم ويعلمهم، وهنا هذه الآية تبين بأن هسه مسألة التزكية واضحة، مسألة التزكية ترتبط بنفس الإنسان البشرية، أما عملية التعليم ترتبط بالعلم والفكر. فإذا يعاني الإنسان من مشكلة نفسية، مشكلة فكرية، وقد تكون المشكلة النفسية هي الأساس، من خلال أن القرآن الكريم يوضح ذلك: لذلك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. الأمثلة كثيرة، بعض الأخوة طلبوا منا في المحاضرة السابقة أن نضع أمثلة كثيرة ومتنوعة كي نوضح المطالب. القرآن الكريم يذكر شخصية من الشخصيات، وهي شخصية بلعم بن باعوراء. بلعم بن باعوراء كان من علماء بني إسرائيل، وبلعم بن باعوراء كان يمتلك جزء من الاسم الأعظم، وكان إذا رفع يديه إلى السماء أمطرت السماء. فهذا الشخص اللي واصل لهذه المرحلة المفروض ما يوقع بالخطأ، ولكن هذا بلعم بن باعوراء بعض بني إسرائيل نفخوا فيه حالة الكبر وعدم التواضع، فسقط في مهاوي الشيطان مع ما يمتلكه من علم ومع ما يمتلكه من استجابة الدعاء. أخذ به الحال بأن دعا على نبي الله موسى عليه السلام. فهنا عندما نستقرأ هذه الشخصية وهذه الحالة سوف نكتشف أنه أحيانا الإنسان ممكن يصل مرحلة من العلم ومن الفكر، ولكن نفسه ممكن أن تهلكه، نفسه وما تحتوي من أمراض ممكن أن تفشل ذلك العلم الذي يملكه. وهنا نضع أمام حضراتكم هذا الاقتباس من أحد المقالات لأحد العلماء، يقول أنه هناك أربعة أسباب أساسية لمشاكل الإنسان، يعني مشاكل الإنسان، لم يقل مشاكل فكرية ونفسية، وإنما قال human problems، يعني مشاكل الإنسان. هذه من هذه المشاكل fear، الخوف، hostility، حالة الدونية، أو أنه شعور الإنسان بالنقص. فهذه المشاكل هي بالأساس هي مشاكل نفسية، فإذا عانى منها الإنسان، مثلا الخوف من الفقر، الخوف من فقدان عزيز أو حبيب، الخوف من الموت، الخوف من القتال وإلى آخره، الخوف من فقدان الصحة، فالخوف هو يمثل عامل نفسي، لو سيطر عليه الإنسان بالتالي سوف يسيطر على حالته الفكرية وإلى آخره. الآن قبل أن نتكلم في هذه السلسلة عن موضوع آخر، نفتح الباب على حضراتكم، نستمع إلى أسئلتكم، إذا كان عندكم أي سؤال أو إشكال نحاول أن نوضحه إن شاء الله، وإذا كل شيء واضح
نكمل بقية المحاضرة. تفضل أبو حسين. سيد العزيز، العقد النصي يتكون بسبب الفكر المصحيح عن الفكر المصحيح هو نتاج عقد نصي. أحسنت. سؤالك أنه العقد النفسية اللي يعاني منها الإنسان، هل أساسها الفكر المو صحيح، أم يعني بحيث أنه تقول أنه أساس أنه هذه العقد النفسية هو الفكر المو صحيح؟ تمام. تمام. أحسنت. شوف، إحنا راح نلاحظ أنه خلال هذه الدروس أنه هناك كلام في علم الأخلاق، يعني هناك آيات كريمة تكلمت عن علم الأخلاق، وعلم الأخلاق يهتم بتزكية نفس الإنسان، يعني توضيح الأمراض، وهذا ما يميز الفكر الإسلامي عن الفكر الغربي. قد الفكر الغربي الآن علم النفس كمثال أنه ممكن أفادنا في هذا الموضوع، ولكن عندما نلاحظ علم الأخلاق مثلا، احنا شو نسمينا؟ سمينا علم. بالنتيجة علم الأخلاق يعالج، من ضمن أهدافه يعالج المشاكل النفسية التي يعاني منها الإنسان. فهو أكيد احنا بالتالي من عرفنا أنه هناك أمراض تعاني منها النفس، وهذه الأمراض ممكن تؤثر على الفكر، فمن اللي اكتشف هذه الأمراض؟ احنا ما نريد نوسع البحث يعني زايد حتى الوقت، يعني الوقت ضيق حتى ما نروح احنا يعني في مواضيع أخرى، لكن بإشارة سريعة أنه عندما اكتشف الإنسان أو فكر الإنسان بأنه هناك نفس، هذه النفس تعاني من الأمراض، بالتالي بحث عن علاج لهذه الأمراض. فالأساس هو البحث والكشف والعلم أكيد، ولكن نحن قلنا أنه الإنسان بالتالي يحتاج إلى تزكية ويحتاج إلى تعليم، كمثل تلك الأرض عندما يريد الإنسان أن يزرع أرضا جرداء، وهذه الأرض تحتوي على بعض النباتات الضارة، فأكيد أنه زراعته لهذه الأرض ما راح تكون سليمة، فيحتاج إلى أن يقتلح هذه النباتات الضارة ثم ينثر بذوره وتخرج بذورا تخرج لنا نباتات سليمة. هذا مثال على أنه الإنسان عندما يتخلص، يحاول أن يتخلص من هذه الأمراض النفسية، بالتالي يستطيع أن يتعلم بصورة صحيحة. إن شاء الله تعالى أنه وفقت للإجابة على سؤالك، وإذا لم أوفق إن شاء الله تعالى ممكن في وقت آخر نحاول أن نبحث هذا السؤال. إذا ماكو سؤال ننتقل إلى بقية المحاضرة. الآن سؤال مهم، ما منزلة الإيمان في حياتنا؟ نحن قلنا وتكلمنا عن الحضارة، وضحنا في المحاضرة السابقة بأن هناك ركائز لبناء الحضارة، ولا يخفى علينا أنه الركائز الأساسية لبناء الحضارة ولكي نستفيد من الفكرة الحضارية نحتاج إلى ركيزتين، هما الإيمان والعلم. هذا كفكر إسلامي، يعني ممكن يجي أنه الفكر لا إسلامي مهما كان ممكن يقول يا بابا إحنا نحتاج فقط إلى العلم، لكن الفكر الإسلامي شو يقول؟ الفكر الإسلامي يقول لا، نحن نحتاج إلى الإيمان والعلم. وإن شاء الله تعالى سوف نوضح أنه ما علاقة الإيمان بالعلم، وكيف يؤثر الإيمان على العلم، وكيف يؤثر العلم على الإيمان. نوضح هذه المنزلة من خلال الحديث الشريف الذي ينقل عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، حيث يقول الراوي: قلت له أيها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال عليه السلام:
ما لا يقبل الله شيئا إلا به. ها زين، هاي نخلي جواها خط. قلت وما هو؟ قال الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسنها حظا. طبعا هنا لو تلاحظون الإمام سلام الله عليه يتكلم عن الإيمان ثم يقول أعلى الأعمال، وكذلك الراوي يسأله أي الأعمال، وهذا يبين وعند ربطه بروايات أخرى بأن الإيمان إنما هو عمل. أما قول الإيمان يعني القول من الإيمان فهو جزء من العمل. فالإيمان إحنا نتكلم هنا بلحاظ العمل وليس بلحاظ القول. فالإمام سلام الله عليه دقيق في عبارته، الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسنها حظا. قلت ألا تخبرني عن الإيمان، أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال عليه السلام الإيمان عمل كله، الإيمان عمل كله، والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه واضح نوره ثابتة حجته يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه. يعني القرآن الكريم يشهد على أن الله سبحانه وتعالى قد ثبت ذلك في كتابه بأن الإيمان هو عمل وأن القول هو جزء من العمل. ثم يضيف الحديث قائلا قال لأن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها. يعني كل جارحة عند الإنسان بالنتيجة الإيمان يؤثر عليها، جارحة اليد والعين والأذن وكل الجوارح الإيمان له أثر في هذه الجوارح. بعد أن بينا أهمية ومنزلة الإيمان في حياتنا، وكي نميز الفكر الإسلامي بأنه يحتمد الإيمان والعلم، يعني يطير بجناحين، جناح الإيمان وجناح العلم. الآن نضع أمام حضراتكم ميزة أخرى يتميز بها الفكر الإسلامي أو تتميز بها هذه الدروس، ألا وهو المنهج القرآني. فالمنهج القرآني الذي يرتبط بفكرة الأصالة، ونحن قلنا بأن الفكرة الحضارية civilization idea تعتمد مبدأين، مبدأ الأصالة ومبدأ الواقعية، والفكرة الحضارية الإسلامية أصالتها تتميز في المنهج القرآني. ولذلك هناك خطان نشير إليهما في المنهج القرآني. الخط الأول هو خط في أسلوب التذكرة بالله، والخط الآخر هو خط في ربط ذلك بالعمل. يعني هناك خطان في المنهج القرآني كي يربط الناس بالفكرة الحضارية الإسلامية. الخط الأول هو التذكرة بالله أو أسلوب التذكرة بالله، ونحاول أن نبين ذلك من خلال هذه النقاط. فالخط الأول إذن هو يتميز ببصائر القرآن لمعرفة رب العالمين، وأيضا راح نتطرق إلى بصائر القرآن في معرفة التاريخ، ثم إلى بصائر القرآن في معرفة النفس. فإذا التاريخ والنفس ومعرفة الله تعالى، يعني هذا الثلاثي أو هذا المثلث
نقدر نسميه معرفة الله تعالى ومعرفة النفس ومعرفة التاريخ، هو ما يميز المنهج القرآني الذي يعمل على بناء الفكرة الحضارية الإسلامية. أولا، قبل أن نتطرق للآيات الكريمة التي وضعناها تحت هذا العنوان، نبين ماذا نقصد ببصائر. البصائر جمع بصيرة، مفردها بصيرة. ما المقصود بالبصيرة؟ البصيرة، ما أدري هسه ممكن نخلي الأخوة والأخوات يشاركون حتى شوية نغير من أجواء المحاضرة وصير مشاركة أكثر. فنسأل هذا السؤال للأخوة والأخوات، وبالإمكان أن تجاوبونا إما عن طريق المسج أو ممكن نسمع أصواتكم. فما المقصود بالبصيرة في المنهج القرآني أو في المنطوق القرآني؟ السلام عليكم سيد عقيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله. البصيرة أعتقد يعني هي الإلمام والوعي. أحسنتم، أحسن الله إليك، الله يحفظكم إن شاء الله. أي واحد من الأخوة البقية يحب يشاركنا؟ سيدنا، البصيرة هي المنظار الذي يرى الإنسان من خلاله الحياة ويبصر به الوجود. المنظار مثل النظارات، نشوف واحد مثل نظارة سوداء، نظارة يرى. هاي البصيرة هي المنظار اللي يخلي رؤية الإنسان فاقد الحياة. أحسنتم. يعني ممكن أسألك سؤال أبو حسين، أنه شنو الفرق بين البصر وبين البصيرة؟ البصر هو أن يرى الإنسان الأشياء من خلال مادية، أما البصيرة هو نظرتها من خلال بعد آخر، من خلال نظرة آخر أخرى. أحسنتم. أي أحد من الأخوة ممكن يجاوبنا على هذا السؤال أيضا يشاركنا؟ سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. يمكن أن نقول بأن البصر هو بهذا اللفظ البسيط، يعني الرؤية العينية، مو صحيح؟ أما البصيرة، نعم أحسن، مثلا الرؤية والتفكر يعني في العقل، بالعقل عفوا، في المستقبل يعني كنتائج، يعني تظهر واقعية في المستقبل، هذه هي البصيرة سيدنا؟ أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله بكم. أستاذ محمد، نحاول نوضح أنه طبعا القرآن الكريم، إحدى الأخوات أيضا أرسلت رسالة بأنه تقول بأن البصيرة هي الرؤية العقلية والقلبية للحقائق. جميل، هذه التفاتة جيدة. في الحقيقة أنه القرآن الكريم تكلم عن كلمة البصيرة. طبعا إحنا هسه ممكن تكون في بالنا فكرة عن كلمة البصيرة، ولكن قبل أن نتسرع بطرح هذه الفكرة، نحاول أن نرجع إلى كتاب الله تعالى ونشوف القرآن هل تكلم عن هذه الكلمة. طبعا في عدة آيات، ومن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى: هذا بصائر الناس، أو جاءكم بصائر من ربكم. فالقرآن تكلم عن كلمة البصيرة. هناك ربط وعلاقة بين كلمة البصيرة والبصر. البصر هي نقدر نقول الرؤية المادية، يعني ما يراه الإنسان بعينه، ولكن البصيرة هي تلك الرؤية القلبية فعلا، أو الرؤية التي ما وراء البصر نقدر نقول. يعني مثلا راح نلاحظ أنه هذه
الآيات الكريمة عندما يتكلم الله تعالى عن السماوات والأرض وخلقهما وعن خلق الكواكب والأفلاك. تشوفون قدامكم هذه الصور للكواكب وللسماء، الحقيقة هي تلفت الانتباه. ممكن الإنسان إذا نظر ببصره ممكن يعجب بهذه المناظر، لكن البصيرة هي التفكر، يعني إعمال ذلك النظر بتدخل العقل والتفكير. يعني مثلا من نشوف إحنا هاي الكواكب وعملية تحركها وحركتها حول بعضها، وننظر إلى السماء إلى السماوات، وننظر إلى النجوم، ونرى هذا الخلق البديع، لا نتوقف عند هذا عند هذه النظرة، لا، البصيرة تنقلنا ما بعد هذه النظرة، حيث نقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. زين، في القرآن يوصف المؤمنين شو يقولون؟ يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. فهؤلاء الناس الذين امتلكوا البصيرة عندما نظروا لم يكتفوا بالمشاهدة والنظر فقط، وإنما تفكروا وأعملوا عقولهم وفكرهم بعد النظر. هذا نقدر نقول فد ملخص سريع عن الفرق بين البصر والبصيرة ومعنى كلمة بصائر. نلاحظ الآيات الكريمة اللي طرحناها في هذا المجال. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي آية أخرى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلاحظ في نهاية الآية، الآية الأولى توقنون والآية الثانية يتفكرون، يعني هؤلاء الأقوام الذين يمتلكون البصيرة عندما ينظرون إلى ماذا خلق الله تعالى في هذه السماوات وفي هذه الأراضين، ماذا مد في الأرض، ماذا جعل فيها من رواسي، ماذا أخرج من الثمرات، وكيف أبدع في خلق الأزواج من الثمرات، وكيف أبدع الله تعالى في علاقة الليل بالنهار، وكيف يغشي الليل النهار، كيف يتحول النهار إلى ليل، وكيف يتحول الليل إلى نهار. فكل هذه الأمور بالنتيجة الإنسان لابد أن يتفكر فيها، وبالتالي أعطتنا بصيرة. هذه البصيرة بمن تفيدنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. جاي تلاحظون الآية شنو تقول؟ هو الذي يريكم البرق خوفا، يعني أنتم لا توقفون عند أنه شفتوا البرق وقلتوا جميل هذا البرق، وشفتوا السحابة الثقال وقلتوا كم هي جميلة هذه السحابة التي أنزلت علينا هذه الأمطار. لكن الآية الكريمة المنهج القرآن يشير يوصل لنا فكرة، يقول هو الذي، ترى أنتوا هذا السحاب الثقال اللي يشوفونه قدامكم وهذا البرق وهذه السماوات وهذه الأراضين، ترى هناك خالق، هناك مبدع لها. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فعندما تدك جبال السحب بعضها بعضا فتحدث دوي الرعد وتختلط عندك الرغبة بالرهبة، الرغبة بنزول ذلك المطر الجميل والرهبة من تلك الأصوات المرعبة والطمع بالخوف، وتأتي الصواعق وهي مرسلة من لدن حكيم قدير والأهداف مرسومة لها سلف عندئذ تذكر ربك وعقوبته الشديدة فلا تجادل فيه بل أسلم له وجهك حنيفا مسلما. هذا المقصود من أنه القرآن الكريم
عندما يعطينا بصائر في معرفة الله تعالى. هذه هي الآيات إنما تمثل بصائر في هذا المجال. فإذا المنهج القرآني الذي يفسر ظواهر الكون وسنن الله تعالى فيها تفسيرا إلهيا يجعل المؤمنين يتذكرون ربهم كلما غشيتهم ظاهرة كونية أو أعقبتهم سنة إلهية. والآية أمامكم ونحاول أن نختصر في البحث بالإمكان أنه تطلعون على بقية الآيات. أما بصائر القرآن الكريم في معرفة التاريخ، فالله تعالى تكلم لنا في عدة آيات كريمة عن التاريخ، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. السهنان ممكن احنا نقف عند هذه الآية ونكتشف ما هي السنن والقوانين التي يريد الله تعالى أن يبينها لنا، أنه كيف أن تلك الأقوام بما تمتلك من قوة ومن قدرة كيف أن الله تعالى جعل عاقبتهم السوء، وكيف أنهم لاحظ الآية الكريمة عندما تتكلم أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروا، ولكن في النهاية كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فهنا بصيرة من بصائر التاريخ، وممكن أنه يتكلم القرآن أيضا في معرفة التاريخ عن قوم من الأقوام مثلا وعادا وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين إلى آخر الآية. فهذه الآية تمثل لنا بصيرة تاريخية يجب أن نستفيد منها العبرة. أما البصيرة الثالثة أو النقطة الثالثة هي بصائر القرآن في معرفة النفس، فلاحظ الآيات الكريمة التي تكلمت عن ذلك. وفي البداية يجب أن نعلم بأن البشر يتعرض لحالات الشدة والرخاء، يتعرض إلى المرض والعافية، الفقر والغنى، فيعطيه المنهج القرآني في التوحيد البصائر الكافية لتفسير هذه الحالات المختلفة. يعني القرآن الكريم أيضا تكلم لنا عن معرفة النفس وكيف يمكن لنا أن نجد العلاج بل العلاجات المناسبة لما يعتري النفس من أمراض. فمثلا هذه الآية الكريمة عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فهنا أنه الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية بأنه الإنسان عندما يصاب بالضر، عندما يبتليه الله تعالى، عندما تنزل به الشدائد يلجأ إلى الله: يا إلهي خلصني من هذه الشدائد، منيبين إليه. لكن إذا كشف الله تعالى عنهم ذلك الضر إذا فريق منهم بربهم يشركون، يرجعون إلى حالتهم السابقة ويعتقدون بأنهم هم من كشفوا هذه الابتلاءات، كما حصل في البشرية من ابتلاءات، وابتلاء كورونا هو خير مثال على ذلك. عندما ابتليت البشرية بهذا المرض وبهذا الداء كيف أن الناس وقسم كبير من الناس التجأوا إلى الله تعالى، ولكن عندما انكشف هذا الوباء وهذا الابتلاء كيف أن الناس رجعوا إلى سابق عهدهم. فالمفروض إحنا كمؤمنين نستفيد بصيرة من هذه الآية: يابا إذا ابتلينا بابتلاء نسأل الله تعالى أن يكشفه عنا، وعندما يكشف الله تعالى ويذيقنا من رحمته نظل على إيماننا ولا نشرك به شيئا. وفي آية أخرى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن
أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. زين، وهكذا إذن نرى المنهج القرآني الأمثل يذكرنا بالله من خلال بصائره في فهم المخلوقات. أنا طبعا بعض الآيات ما كملتها، بالإمكان أنتم أيضا تطلعون عليها وشوية تفكرون، تأخذون وقت أكثر في التمعن والتفكر في هذه الآيات، سوف تجدون حقيقة الكثير من البصائر الجميلة التي تنور عقولنا. ولاحظوا في هذه الآية من سورة الأنعام في نهايتها لعلهم يفقهون، يعني هذه البصيرة الفكرة من عندها حتى الإنسان يتفكر ويتأمل ويستفيد من ذلك. هنا في خاتمة حديثنا لهذه الليلة نضع أمام حضراتكم هذا نقدر نسميه مو واجب، وإنما حتى نخليكم تفكرون ويانا وتتفاعلون أكثر، تحت هذا السؤال: هل تكلم القرآن الكريم في الحقول التالية في حقل الثقافة؟ يعني القرآن سولف عن الثقافة، ثم هل تكلم في حقل السياسة؟ يعني هل هناك آيات كريمة ممكن أن نستفيد منها بصائر في السياسة، وكذلك في حقل الاجتماع، وكذلك في حقل الأخلاق؟ إلى هنا إن شاء الله تعالى نختم حديثنا لهذه الليلة، والآن نستمع إلى حضراتكم إن كان هناك سؤال، استفهام، إشكال، استفسار، أي نقطة، نستمع إليكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم سيد عقل. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي، بركات، أهلا وسهلا. الله يحفظكم سيدي. سيدنا، هل تفكر القرآن في حقل الاجتماع؟ أي اجتماع يقصد يعني؟ يعني اجتماع، يعني هسه احنا اذا رجعنا الى علم الاجتماع نشوف شنو المبادئ الاساسيه اللي تكلم بها هذا العلم. يعني مثلا تكلم عن قضيه المجتمعات وكيفيه تاثر الفرد بالمجتمع وكيف تتكون التجمعات وهكذا. يعني طبعا هذا ان شاء الله واجب لكم نستلمه يعني قبل المحاضره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله. بوركتم. الله يبارك فيكم، حياكم الله. إذا يوجد أي سؤال بعد نستمع لكم، إذا ماكو شيخ منتظر تفضلوا شيخنا. سنتم سيدنا، طيب الله أحفظكم إن شاء الله وأسمعكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. نعم شيخنا تفضلوا، إذا عندكم سؤال أو مشاركة. سيدنا إن شاء الله يعني الواجب انه لو يكون ارسال فد تقارير، يعني نكتب تقرير وندز على يعني نفتح فد مجموعه وكذا. واذا تحبون فد... اي نعم ان شاء الله. واذا تحبون مثلا شفهيا يصير الجواب بعد بحث. يعني هو يفضل انه ممكن يكتب كتابه اما على هيئه مثل ملف وورد او بي دي اف، او مثلا يرسل على شكل رساله يعني تكتب بالموبايل مثلا، او واحد يكتبها باللابتوب مالته، بعد كل حسب ما يشتهيه. فالمهم انه يرسل جواب لهذا الاستفهام. احسنتم سيدي، احسن الله عليكم ان شاء الله. بقيه الاخوه والاخوات نعم تفضلوا. سيدنا الدرس هاي ثاني باكر ان شاء الله، يعني احنا نبلغكم ان شاء الله بالقناه اما انه غدا او بعد غد، يعني قدامنا حتى على الجواب يعني نسوي بحث. ها ها. اي يعني قدامكم ان شاء الله باكر. اي ماكو مشكله، بحث مفصل
أو ممكن ملخص، ممكن يعني براحتك. ملخص. المهم إنه المهم إنه أنتوا اللي تقدرون عليه يعني. فعندنا غدا وبعد غد إن شاء الله. بعد غد راح تكون المحاضرة الثالثة إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم حبيبي. إذا ماكو ملاحظة أو سؤال نختم إن شاء الله تعالى محاضرة الليلة. بعد عندنا تقريبا 10 دقائق أو 5 دقائق ممكن نستمع إلى إذا عندكم بعد ملاحظات أسئلة، أو الأخوات اللي ممكن يدزون فد مسج يعني إذا ما يقدرون يشاركون ممكن مسج وراحتكم. خيرا إن شاء الله. نتمنى أنه كانت المحاضرة مفيدة وواضحة واستفدت إن شاء الله تعالى مما طرحناه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى إن شاء الله تعالى. هذه الدروس إذا الله وفقنا أنه نحاول نستمر بها. الدرس القادم بعون الله سوف يكون بعد غد، فنرجو أيضا تفاعلكم وحضوركم، وشكرا جزيلا، ونسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله تعالى.